مال تأخروا علي صديق شديد لروح نغدى وجه سيوا لا خلي بالمحل ايش علي المحل هو روح وجه كارفين ايش قاعد تسوي حبيبي اريد لي لزقه للموبايل موجوده وين ترى هاي اللزقه هاي وقف كيلفن بعت لك اللزقه ب 2000 دينار والله عليك حبيبي حمودي شاحن هنا وين طب الموبايل وين راح حمودي تعال لا تعال ها كيرفي حمودي الموبايل كان هنا والشاحنه كانت هنا وين وديتي كيرفي ترى لقيت الزبون من محل بعته بس اللزقه وطيتك فلوسه باوع خلي اقول لك شغله هسه تخسر الفلوس كلهن الموبايل والشاحنه والغراض اللي انباع من المحل هسه تخسرها انت والله العظيم كيش ما مسوي هي بس لزقه بعتها وطيتك فلوسها بابا حمودي طبيت المحل وبعت الموبايل وبعت هاي تخسر لي الموبايل وتخسر لي الشاحنه والغراض اللي بايع من المحل خوش هو انا قصار بالمحل انت تخسره طيب شوف غراضك ايش قد يسوى اعطيك اياه الغراض اللي رايح من المحل بين 300 هسه اعطيني اياها ماشي خوي هذا شغله وذن ورقتي ما رخصات شوف خليني اقول لك شغله هسه ذن ورقتي انا اخذتها بس بعد لا سوي ذن الدروب مالتك تعبانه خوش لا تمد ايدك على اغراض العالم يلا توكل على الله بعد ما انت شفت من المحل اي حجي رديت ذني الباقي السلام عليكم عليكم السلام حبيبي ابو ما اعطيتني هاي الكفر حبيبي هلا تريده معدهم الاخير هذاك الاصفر اصفر؟ اي بنت حبيبي ماكو اصفر تريد غير لون؟ عشان باقي الدخل